طيب اول حاجه هعمل المبكبكه ماشي. انا عايزه كيسين مكرونه، طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. هحط عليهم نص كيلو لحمه مفرومه. انا النهارده هعمل المبكبكه بتاعتي، عايزه اقول لكم اكله شتويه بالدرجه الاولى، احبها جدا في الشتاء بالليل، يا سلام حاجه كده ايه تطبطب على الواحد في عز البرد. هحط عليها نص كيلو لحمه مفرومه، وعايزه اقول لكم انا كتير في الصيام بعملها من غير اي بروتين، تبقى عظيمه. طيب فلفل اخضر طبعا ده حلو كده ينزل فيها، عصير طماطم، صلصه. المبكبكه ميزتها توابلها، خلوا بالكم ميزه المبكبكه عندي هنا التوابل. هستخدم ايه بقى؟ شويه بهارات لحمه، 7 بهارات ماشي، احط عليها كمان شويه جنزبيل بودره، شويه كاري، بابريكا، مرقه خضروات، وعايزه مرقه لحمه حطي، بس انا بحب قوي مرقه خضروات. اتفقنا؟ طبعا ملح وفلفل اسود. تاني انا عندي هنا المكرونه، هحط عليها نص كيلو لحمه مفرومه، والفلفل الاخضر بتاعي، ثوم مفروم، بصل مفروم، عصير طماطم، صلصه، شويه بهارات لحمه، فلفل اسود، كاري، بابريكا، جنزبيل بودره، مرقه خضروات. سهله جدا. طيب اول حاجه يا بيبا هتعمليها ايه؟ هحط الحله بتاعتي هنا، وطبعا هروح على طول حاطه فيها ايه؟ تسخن. لا تسخن شويه عندي هنا عشان كنت شايلها عشان تشوفوا المقادير. طبعا اول حاجه انا بحط اللحمه المفرومه، وناس كتير بتسالني يا بيبا اللحمه ام البصل؟ إيه انت كنتي في الاول بتعملي اللحمه البصل بتحطيه الاول، بعدين بتحطي اللحمه وبعدين بداتي تقلبي. بصوا عن طب عشان انا طبعا في المطبخ يعني بعمل هنا حلقتين واروح اعمل حلقتين في البيت، طبعا اطبخ كمان في البيت، فبالخبره كده وبالسنس بحس ان طعم اللحمه المتقلب في دهونها احلى كتير قوي من الدهون الاضافيه اللي انا بحطها لها تستوي فيها، فحبيت الطريقه دي اكتر، حبيت الطريقه دي اكتر، خصوصا ان انا لو مش هحط بقى على الموضوع اساسا لا زيت ولا سمنه، لكن طبعا انا هنا هحط زيت علشان المكرونه بتاعتي تكون هنا مش معجنه. انا مش انا في الطبيعي ما بحط الزيت لسلق المكرونه صح، لكن هنا بقى لا، انا احط في الخلطه بتاعتي دي زيت علشان المكرونه عندي ما تطلعش ايه معجنه، انها تستوي في حله واحده. طيب حاجه تاني عشان الوصفه تطلع معايا حلوه، المكرونه انا عايزاها من دقيق السيمولينا مش من الدقيق الابيض، في انواع كتير قوي قوي ومعروفه وسعرها واحد من دقيق السيمولينا مش من دقيق الابيض. طيب عندي هنا خلاص الحله بتاعتي ايه سخنت، هروح نازله اول حاجه كده باللحمه المفرومه. على فكره زي ما قلت لك المبكبكه تنفع من غير اصلا ايه لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، واتفرجي على طعم المكرونه وحلاوتها. طبعا هنا في الخطوه دي على طول احب ايه اتبل اللحمه بتاعتي، يلا بقى شويه بهارات لحمه حلوين، واعمل حسابي ان البهارات دي مكمله معايا للمكرونه، شويه ايه الكاري والجنزبيل البودره اللي بيدي طعم خطير ماشي، وكمان البابريكا والملح حاضر والفلفل الاسود. خلي بالي برضو ان الملح مكمل معايا للمكرونه كلها. يا عم حسين الفل يا شيف، ازيك يا عم حسين؟ ازاي حضرتك يا النهارده مكرونه النهارده يا شيف؟ قول لي يا عم حسين انت بتحب ايه اكتر، مكرونه رز ولا عيش؟ هو اساس الكشري يا شيف والمكرونه البشاميل يعني بعشقهم صراحه. يعني لو انت دلوقتي يعني جه حد سالك قال لك ايه هتغمس ولا تاكل مكرونه ولا تاكل رز؟ لا مكرونه. مكرونه ايوه كده بقى ايوه. مكرونه القلم والبشاميل دي يعني صراحه انا من عشاق المكرونه يعني. بتحب برضو المكرونه اللي هي الاقلام اكتر في شكلها. وزعلنا كتير ان سمعنا استاذه رنا مش بتحب المكرونه. تخيل يا عم حسين ليه كده بس؟ مش عارف ازاي تقول لي ده انا المكرونه اللي ماما كانت جايبها لي كلها في جهازي طبعا ايه اهالينا بيودوا لنا مكرونه، بتقول لي انا شحتها انا ما عملتهاش، قلت لها لا انا كان المفروض اعرفك في الفتره دي عشان كنت انا اخد انا المكرونه. الله يخليك يا شيف تسلم ايدك، الحلقه النهارده ان شاء الله كده ربنا يعني يخليك ممتعه وشهيه كالعاده من حلقاتك يا شيف، انت بيكو يا عم حسين بيكو يا راجل يا طيب، ربنا يخليكوا دايما سامعين صوتك بكل خير. منورني دايما يا عم حسين. شكرا يا شيف. مع الف سلام، مع السلامه.
بصوا بقى لما حطيت لها التوابل ومرقه الخضروات كده، اللحمه عندي هنا يا جماعه بقت ايه بقى؟ ريحه ثانيه. بصوا انا ما حطيت لهاش ولا نقطه دهون. خلوا بالكم هقول لكم على حاجه، عايزين كمان المبكبكه دي تطلع معاكم حلوه، خلوا اللحمه مش لحمه صافيه، خلوها يعني لحمه مفرومه فيها نسبه دهن، تنزل بقى الدهون بتاعتها تدي كمان طعم حلو قوي. طيب انا هنا عندي اللحمه المفرومه خلاص اخدت ايه كلها تقليبه حلوه ودخلت في سوا وبقت ايه عندي هنا، خلوا بالكم مفرومه مش ماسكه في بعضها. انزل بقى بالبصل واقلب، الثوم، الثوم برضو من الحاجات اللي بحبها جدا في وصفه المبكبكه، وكمان ننزل بايه قرن فلفل خضر كده، صدقوني طعم. ويا بخت بقى اللي هياخده في طبقه، يا بخت اللي هياخدها في طبقه. طيب وبعدين عندي هنا ايه صلصه، ونقول الو يا يا ام ادم، وعندي هنا طماطم مضروبه في الخلاط. الو الو الو، هل تسمعني؟ واقلب اهو تمام، واحط ايه بقى دلوقتي المكرونه بتاعتي، واخدين بالكم؟ قلبوها حبه حلوين كده بقى في كل الحاجات الحلوه دي، وميه سخنه جاهزه عندي، ما تكونش ابدا الميه مش سخنه، احنا بنسلق المكرونه في ايه؟ في ميه سخنه، يبقى دلوقتي لازم نحط ايه؟ ميه سخنه، تمام كده؟ اهي تاني، انا حطيت اللحمه المفرومه، اخدت معايا وقت خالص، انا حطيت اللحمه المفرومه وبعدين تبلتها بقى بجنزبيل بودره وكاري وكركم وبهارات لحمه ومرقتين مكعبين مرقه خضروات، وطبعا قلت لكم عايزين تشلوهم تشلوهم، عايزين تبدلوهم بمرقه لحمه تمام، وكمان حطيت قرنين فلفل ملح وفلفل اسود. وخلي بالي خلوا بالكم لما تطلع معايا محتاجه ملح احسن ما تطلع معايا ايه ملحها زياده. وبعد ما حطيت الطماطم والصلصه عندي وقلبت المكرونه، انزل بقى بالميه اهو، والله الله الله على الروايح، واقلب. عايزه ميه تاني هحط، واقول الو يا ام شنوده. ايوه حبيبي صباح الخير عليك. يا صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامله ايه وحشاني كتير. عامله مكرونه في مكرونه في مكرونه. تسلم ايدك يا قمر. حبيبتي تسلميني، قولي لي بتحبي المكرونه اكتر ام الرز ام العيش؟ لا بحب المكرونه. ام انا. بقول لك ايه، انت عملت الفطير جميل. حبيبتي ايه رايك فيه؟ يسلم ايدك يا قمر، يسلم ايدك. بس البيكنج بودر بقى انا عايزه اعرف، انت حطيت البيكنج بودر على ايه؟ على السمنه والزيت او الزبده والزيت. في اه يعني انت حطيت البيكنج بودر عليه. اه طيب ومش عايزه اقول هيطلع معاكي مورق ويجنن وجميل وطعمه حلو، بصي هيعجبك جدا. ما انت عاملاه في منتهى الجمال صراحه. حبيبتي ربنا يخليكي والله، لا ده عايزه اقول لك هتتبسطي منه قوي قوي. انا هعمله بقى وهبعتهولك. خلاص ماشي، هستنى هستنى الصور، ابعتيها لي. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي. تسلم ايدك. تسلميلي يا حبيبتي تسلميلي. صحيح انا عايزه هو كل اللي انت بتعمليه في منتهى الجمال صراحه. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. انا بحبك، ربنا يخليكي ليا يا ام شنوده، والله دايما كده رافعه معنوياتي للسما حبيبتي. اصل عايزه اقول لكم انا مش عارفه، انا كنت حاسه ان الاسبوع ده الاجازه بتاعته كانت طويله شويه، مش عارفه ليه، فبجد كنت وحشني قوي. وعايزه اسالكم بقى ايه رايكم في الفطير المشلتت، ومين جربه صحيح؟ لاني انا الحلقه دي كانت بالنسبه لي عايزه اعملها بقالي مده، وقعدت بقى اجرب. يعني لما تتفرجوا حاجه ولما تعملوا بايديكم حاجه تانية، قعدت اوصل لتكنيك ازاي اعمل بجد يعني فطير مشلتت بالظبط بيتي، معتبر محترم، يطلع مورق ويطلع يجنن ميبقاش تقيل. فبجد يعني مبسوطه قوي بالحلقه دي، وقولوا لي انتوا بقى رايكم كمان فيها، يعني جربتوه هتجربوه؟ عشان ببقى محتاجه جدا ايه اسمع رايكم. طيب انا عندي هنا المبكبكه، شايفين المكرونه هنا، خلوا بالكم لو احتاجت ميه بحط لها تاني، مفيش اي مشكله اهي، وبسيبها تستوي، هتعجبكم قوي
قوي قوي. انا عامله هنا كيسين مكرونه على نص كيلو لحمه مفرومه.